أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، موضوع المنتدى الذي نفتتح أعماله اليوم له نكهة خاصة بالنسبة إلي. لطالما شكل إعطاء المرأة دورها كاملا في المجتمع محط اهتمامي ومتابعتي على الدوام. أعتقد اليوم وفي القرن 21 هناك الكثير من العبارات التي يتم ترديدها في إطار المطالبة بإنصاف المرأة وأعطائها دورها في المجالات كافة لم تعد تليق بالمرأة وبوضعها الاجتماعي والإنساني. فالمرأة اللبنانية والعربية أثبتت وجودها بقوة، وأقولها بصراحة إن ما وصلت إليه ليست منة من أحد، إنما نتيجة كفاح ونضال وتضحيات مكنتها من انتزاع الكثير من حقوقها، وتمكنت من إيجاد مساحة كبيرة لها، وحققت الكثير من الإنجازات خصوصا في مجال الأعمال. صحيح إن تمثيل المرأة في الحياة السياسية وفي الوظائف القيادية العليا العامة والخاصة لا يزال متواضعا، لكننا في المقابل نرى إن المرأة أحرزت تقدما كبيرا وإنجازات قل نظيرها في كل ما له علاقة بالمبادرة الفردية وفي مجال الأعمال. وأنا من خلال موقعي في القطاع الخاص تعرفت على الكثير من سيدات الأعمال اللواتي بهرت بأعمالهن ونجاحاتهن. وأشير في هذا الإطار إلى أنه في نهاية العام الماضي كان لي الشرف في إقامة حفل تكريمي في غرفة بيروت وجبل لبنان على شرف النساء اللبنانيات اللواتي فزن ضمن قائمة أقوى 200 سيدة عربية في مجلة فوربس الشرق الأوسط لعام 2014. إذن هنا الفارق في القطاع الخاص الذي يشكل الحاضن الأساسي للمبادرة الفردية ومحرك التنافس والإبداع والابتكار. فالمرأة في عالم الأعمال لديها كل الحرية في التعبير عن نفسها وأفكارها وتفجير طاقاتها، وقد تمكنت من تحقيق الإنجازات والريادة. نحن بحاجة إلى الكثير من المبادرات والجهود، إن كان على المستوى الحكومي أو على مستوى الأحزاب والقوى السياسية، لكن أرى في الوقت نفسه إن هناك إمكانية كبيرة لإحراز تقدم على هذا المسار، وهو يتمثل بالعمل سوياً لتسهيل دخول الشابات اللبنانيات والعربيات إلى عالم الأعمال. وهذا يتطلب إيجاد بيئة مؤاتية عبر خلق منتجات مصرفية تسمح بتمويل المرأة لمشاريعها الخاصة بقروض ميسرة وعلى مدى الطويل، وكذلك إنشاء حاضنات أعمال لمساعدتها في إدارة مؤسساتها وتوجيهها في الفترة الأولى. أرى إن ولوج المرأة عالم الأعمال وتحقيق النجاحات على مستوى واسع سيضغط بشكل مباشر لتغيير الصورة النمطية المعممة في مجتمعنا حيال المرأة. نحن من جهتنا في اتحاد الغرف اللبنانية سنكون أول الداعمين لكل المبادرات التي من شأنها تمكين المرأة، وكذلك سنضع كل إمكانياتنا في سبيل خلق بيئة تسهل دخول المرأة إلى عالم الأعمال. المرأة شريك أساسي في الحياة العامة وفي الإنتاج وفي تحقيق النمو والازدهار معا لنصنع المستقبل. وشكراً.